معكم الجديد إلى موضوعنا التالي. أثار وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ موجة من الفرح لدى الطلاب والطالبات وأهاليهم بعد أن زف لهم نقلهم للفصول الدراسية التي تلي صفوفهم، منهيا بذلك العام الدراسي الذي كان يترقب الجميع منعطفه الأخير في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا. وأكد الوزير استمرار العملية التعليمية من خلال الخيارات المتاحة للتعليم عن بعد حتى نهاية شهر رمضان المقبل وفق التقويم الدراسي المعتمد، مشيرا إلى إطلاق عدد من المسابقات العلمية ومسابقات التلاوة والحفظ للقرآن الكريم ومسابقات تعزيز القيم الوطنية خلال شهر رمضان المبارك. عبد الله تيبي، كيف برأيك شايف فكرة نقل الطلاب من مستوى إلى مستوى؟ والله يعني اعتقد ان هذا كان افضل الحلول، يعني اي وضع اللي يعيش في العالم تعيش في البلد، مش كل الطلبه في البيوت عندهم اجهزه ذكيه، عندهم كمبيوترات، قادرين على التواصل مع مدارسهم، ربما عدد كبير للطلبه موجود عندهم هالشيء، لكن ايضا لازم يؤخذ في البال الطلبه اللي مش قادرين على التواصل بشكل جيد، اللي مش قادرين على حضور دروس بشكل جيد، فيكون في شيء يعني اقدر اقول ظلم او تعاقب غير عادل، لكن على الاقل يعني احتواء مثل هذا ربما يكون عدده كبير. اعتقد انه كان افضل الحلول، لكن انا اعتقد ان هناك يعني دور كبير على وزاره التعليم المدارس في الترم الاول السنه القادمه ان شاء الله. ان شاء الله. طيب عبد الله بس بشوف ماجد انت ايش تعليقك؟ يعني انا مثلا كنت ارى، وهذه طبعا وجهة نظر خاصة، أنه كان يجب أن يستمر الطلاب في الدراسة ثم يتم نقلهم بدون أن يقال لهم أنتم منقولين من الآن والدراسة مستمرة، لأنهم الآن يمكن ما يستجيبوا أو يعني خلاص ضمنوا النجاح. أنا شوف طبعا هو يعني إطالة الأمد والناس في قلق يعني غير محبب، والدولة كالأب ترعى يعني نفسيات الناس، فلذلك هذا أمر. الجانب الثاني، الاختبار ليس المعيار في التعليم الأولي للنجاح وعدم النجاح واجتياز الفصول. كثير من الدول عندها ما يسمى التقييم، هذا واحد. ثانيا، كثير من الدول عندها الاختبار واحد أصلا في الفصل، يعني في العام الدراسي، ليس اختبارين. ثانيا، نحن الطلاب أصلا اختبروا ثم درسوا الفصل الثاني واختبروا اختبارات فصلية. يعني أنا أقصد التعلم، نبغاهم يتعلمون، ما حاصل التعلم. شوف كمنظومة تعليمية وزارة التعليم ما أصدرت القرار إلا أنها هناك حد من المتطلب التعليمي يجب أن يتلقاه الطالب، هذا الحد بلغوه الطلاب كلهم، لأن الطلاب أصلا درسوا الفصل الثاني، امتحنوا امتحانات فصلية واجتازوا هذا الأمر. ثم أن الوزارة كذلك طرحت بعض الخيارات الترفيهية التعليمية خلال شهر رمضان. الجانب الآخر لما أشار لحقيقة التقرير هو قضية التعامل مع الجامعيين، وهذا كان هو القلق الأكبر. لأن الفرق بين التعليم الأولي والجامعيين، التعليم الأولي مستويات واضحة واحدة انتقال فيها يعني أمرها سهل، ولكن التعليم الجامعي الإشكالية كانت هي شعب ومقررات دراسية منفصلة عن بعضها، كيف ستنقله؟ فلذلك طبعا على غرار التعليم العام كل الطلاب أساسا كانوا درسوا واختبروا الفصول الامتحانات النصفية وأخذوا الواجبات التعليمية في الجامعة، وعطتهم الجامعة 20 درجة يختبرون فيها. من حصل في هذه بالإضافة إلى ما حصلوا في 80 درجة الماضية خلال الفصل، إذا وصل إلى مستواه المعدل، ليس التراكمي، معدل الفصل الأول وأكثر فهو محسوب له، إذا كان أقل يعدل إلى المستوى الأول من باب يعني أنه ما أخذ فرصة التعليمية الكاملة. طيب عقل معاي؟ معك نعم. كيف شايف أنت أيضا هذه الخطوة من وزارة التعليم؟ عندي ملاحظة الأخوان، موضوع وموقفي من التعافي النفطي الدولي لا يزال. أنا أعتقد أن السعودية دولة غنية وعندها بنية تحتية جميلة وقوية، تستطيع أن تلغي بعض الأشياء ولا تعاني مثل الآخرين. طيب، هذا بالملاحظة. موضوع التعليم
أنا أعتقد أن وزارة التعليم قدمت هدية مفرحة لهذه البيوت التي يعني الكل فيها يتصبر يعني شلون يفرح. فالحمد لله وإن شاء الله ناجحين ولا أضرار من الطلاب، ويعني فرحة هالأطفال في البيوت والأمهات والآباء يعني لن ولا يمديهم يغيرون، ما في أحسن مما سووا. طيب خلينا بنشوف الدكتور عشان الوقت بس، كيف شايف التجربة الحالية؟ الحقيقة تجعلنا نفكر في التعليم والاستثمار جديا في التعليم عن بعد. صحيح، وهذا من المحتمل، من المحتمل أن وزارة التعليم يكون هناك خفض على الأقل للثلث في موازنتها التقديرية السنوية إن أحسنت استخدام التعليم عن بعد بعد هذه الأزمة. الأمر الثاني، الوزارة نجحت في شق التعليم الجامعي كما تحدث الدكتور ماجد، ولو اطلعت على قرار نائب الوزير الدكتور حاتم المرزوقي لوجدت حقيقة راعى كافة لسنا وأوجد 11 طريقة للتقييم. ثم أيضا طلب أن هناك من بعض الاختبارات الحالات الفنية التي تستدعي حالة مخبرية طلب تأجيلها إلى بداية الفصل القادم. أما في خصوص التعليم فأعتقد أن القرار كان مفرحا ولكن كان مرتبكا، مرتبكا لأنه ما ناقش، لم يكن يعني مثلا الأمر الأول الراسبين في الفصل الأول ما هو وضعهم، من أراد تحسين خاصة الناس اللي في مراحل متقدمة ويحتاجون إلى تحسين درجاتهم ماذا سيعمل معهم. ثم أن القرار قال أيضا نعم أنتم ناجحين لكن تركنا للمدارس أن تقيم المواد الأساسية. طيب أنت تركت هذا الأمر دون أن وضع آليات، معناها ناجح معلق وكيف تتصرف المدرسة لاحقا. فإذا معذور الدكتور حمد، أنا أعتقد أنه أمامه تركة كبيرة جدا. أعتقد أن الدكتور حمد فوجئ أن البنية التحتية التقنية وإدارة التقنية وتدريب الأساتذة لم يكن بالقدر الكافي الذي يستطيع به الدخول إلى غمار التقييم، فأوجد حلا سهلا. طيب عندي سؤال أخير بس، هذا التعليم عن بعد الآن ألا ترى أن الاستثمار فيه أيضا على المدى الطويل يمكن أن يغنينا عن المدارس الأهلية؟ لا، هم قد ما يغني عن المدارس الأهلية، ممكن في توجه قوي جدا أصلا. ليش لما يغني ما دام العالم ممكن تتعلم من منازلهم أو ذا ضمن قطاع التعليم الحكومي؟ من يدير لك المنظومة التعليمية؟ من يقوم بالعملية التعليمية؟ هذا أمر بالعكس، كثير من الدول المتجهة للتعليم الأهلي. أنا طبعا ضد، أنا عندي مسارات ضد الانفتاح رأسملة أنا أسميه التعليم أو الصحة، أنا ضدها حقيقة في طبعات الشخصية، لأن يعرف أن هذه من المؤسسات المكونات الأساسية للدولة وللشعب. أنا بالعكس يمكن في حلقات سابقة أستاذ إدريس كانت طرحت فكرة جميلة أنه هذه التجربة تنقلنا إلى قضية الحد من المعلمين والمعلمات اللي يروحون المناطق النائية، وهذا يوفر على وزارة التعليم مبالغ ضخمة جدا حقيقة. صحيح. وقبل هذا كله أرواح الناس اللي قد تتعرض حقيقة للخطر. صحيح. طيب أي عندك أعتقد بناتنا المدرسات الذين، شكرا دكتور ماجد على هذه الملاحظة، يعني إذا التقنية جابت لنا حماية أرواح المدرسات الذين اللاتي يذهبن هذه المسافات يقطعون أكثر من 250 كيلو متر يوميا ذهابا وجيئة فضلا عن بعض إقامتهم في مناطق نائية. أنا أعتقد شكرا لكورونا على هذا الإنجاز وعلى وزارة التعليم حقيقة أن تتخذ هذه الأداة لحفاظ الأرواح. أيضا بالضمن شكرك لكورونا، ودي بس أنا أقول أنه أيضا مواجهة المملكة لكورونا وكثير من القرارات اللي اتخذتها المملكة بمواجهة هذا الوباء من خلال خدمات والتسهيلات اللي قدمتها وزارة الصحة ووزارة التجارة اللي قدمتها أيضا للمواطنين والمقيمين الشرعيين منهم والمتخلفين، كان الحقيقة جهد المملكة مثال إنساني رفيع أسهم في جعل مواجهتنا الكورونا قوة ناعمة انعكست إيجابيا لصالح المملكة. ويبدو أنه هذا ظهر كثيرا في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال يعني عديد من الأجانب اللي عبروا عن مشاعرهم في هذا الجانب. وش تعليقه؟ أنا أعتقد أن حنا بإنجازنا نحن في الأزمة وإدارتنا والدولة وكذلك المجتمع المدني وتألقنا كما تفضلت قوة ناعمة، هي أفضل من أي سفارة وهي أفضل من أي إعلام دولي ممكن نقوم فيه.
واكبر من اكبر من شركه علاقات عامه ممكن ندفع لها لتحسين صورتنا، بل صنعنا صورتنا في ابهى حله. اخر شيء بجيك اخر شيء ايضا ضمن ايجابيات كورونا انه احنا ايضا كما اشدنا في جهود وزاره الصحه وجهود وزاره التجاره، يجب ان لا ننسى جهود رجال الامن العام والحرس الوطني الذين يرابطون في شوارع المدن ويضبطون حركه الناس بكل حزم ورقي وحسن تعامل. للامانه يعني الواحد اذا شافهم يعني يستانس وينبسط على حسن التعامل. شكرا جزيلا لرجال الامن العام ورجال الحرس الوطني وجنودنا البواسل على الحدود. طبعا من باب هذول احنا شكرناهم ولا زلنا وسنظل نشكرهم دائما. لا طبعا يجب ان نعرف انه اصلا حقين وزاره التجاره وزاره الصحه هم يقومون باعمالهم اصلا بمرافقه رجال الامن. ورجال الامن متعرضين لمخاطر صحيه كبيره جدا حقيقه. صحيح. بالاضافه الى اداره من الشان العام، احنا يجب ان نفهم امر يعني لما تخلو الشوارع هي مظنه للمفسدين والمخربين، ولكن صحيح. وجود رجال امن حقيقه صحيح. يعني انقطاعهم لهذا الامر، مرافقاتهم للمتخصصين في تخصصاتهم، يعني عملوا اعمال حقيقه مضاعفه كبيره جدا جدا يشكرون عليها. ونحن امه مؤمنه نستحضر حقيقه الاجر والثواب. انا ودي في قوة ناعمه اشير الى امر إيه؟ نحن لم ننجح ماليا، نحن نجحنا في ممارسه، وهذا الذي الرساله التي يجب ان نبرزها للعالم. تريد ان تقول مو بتقول ما نجح، تقول ان ليس السبب المال. نعم هو ليس المال. ايه؟ ليس المال، صحيح احنا وظفنا المال توظيف جيد جدا. نعم. ولكن لا، هو الممارسه العمليه التي قمنا فيها في هذه الجائحه حقيقه قدمت نموذج. وكما قلنا يعني نحن نشكر كورونا من زاويه انها عرفتنا بقدراتنا ولله الحمد. وتحضرنا يا ادريس. صحيح. ما اشترينا اسلحه حتى نقاتل بعض، ولم نهجم على السوبر ماركت كي نتقاتل. نعم. على امداد الغذاء. نعم. نعم. نحن تمتعنا باخلاق حضاريه. صحيح. الحقيقة أنه هذا يعني كثير حتى من المقيمين ولذا يحمدون الله أنهم مقيمين في السعودية، وللعلم كثير منهم يرفض أن يعود. ونعم، وأبدى كثير منهم رغبتهم في البقاء في المملكة وعدم العودة لبلادهم. هذه طبعا نعمة نشكر الله عليها، ونشكر كل الرجال المخلصين من أبناء وطننا العزيز. أيضا الشكر موصول للدكتور يوسف الحزيم، الدكتور ماجد التركي، ومن السكايب أخونا الأستاذ عقل باهلي والأستاذ عبد الله ناصر عتيبي. شكرا للجميع، وشكرا لكم، ونراكم على خير. في أمان الله.